نور، مثل ما تابعنا الفعاليات التالية لنتعرف أكثر على تفاصيل عن الحفل وغيرها من النشاطات يلي بتقوم فيها مديرية الطفل بوزارة الثقافة، بصيرنا يكون معنا السيدة ملك ياسين مديرة مديرية الطفل بالوزارة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا قبل ما نحكي عن الفعالية اللي قمتوا فيها مؤخرا وعن المجهود الكبير اللي قمتوا فيه، خلينا نحكي بالبداية قديش في مسؤولية لما يكون في عندكم نشاطات وفعاليات موجهة للطفل؟ يعني بتحسي الطفل اليوم له خصوصية، نوع من المسؤولية الكتير كبيرة، ونفس الوقت نشاطات وفعاليات هادفة لازم تكون. أكيد نحن بوزارة الثقافة نحن بنشتغل ضمن خطة استراتيجية وطنية على أكيد على المدار العام، والأنشطة يعني من شهر 1 لشهر 12 متواصلة ب 11 محافظة. خصوصا عم نشتغل طبعا هلأ حاليا نحن من 2012 ضمن برنامج تمكين الأطفال مهارات الحياة والدعم النفسي، فعم نشتغل ب 11 محافظة. بكل محافظة عندنا فريق مهارات متميز، فريق وطني، يعني كنا حريصين يكون نبني يعني قدرات شابة من ضمن المحافظة، أكاديمية مدربة منشان تكون متابعة على كل الأطفال عن قرب. طبعا هي مسؤولية، بس مسؤولية حلوة كتير ومسؤولية محببة، لأنه إجمالا كل اللي بيشتغل بمجال الطفل بيكون بيؤمن بهاي القضية وبيكون بحبهم كتير، فبيشوف إنه يعني بتسهل عليه القصة. يعني أكيد خلينا نحكي شوي عن الفعالية اللي تابعنا مقتطفات منها، عن شو كانت وكيف تم التنسيق لها. طبعا هي الاحتفالية مثل ما ذكرت، هي الاحتفال السادس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي نحن حريصين دائما بالوزارة نسميهم أطفال ذوي القدرات الخاصة، لأنه هن فعلا من خلال شغلنا معهم بالسنوات السابقة والسنة هن أطفال متميزين جدا، وهن مثلهم مثل أي طفل عادي. يعني هيدا هو الهدف الأساسي من هي فعالية، أنك تشتغلي مع الأطفال كونهم هن أطفال أسوياء. هيدا الشيء بعزز لهم ثقتهم بنفسهم، بعزز لهم تمكين مهارات مهاراتهم كتير، كانت شغلي ضرورية للعمل معهم. طبعا هي الاحتفالية كانت السنة الأساس فيها تكريم الأطفال الفائزين بالمسابقات. نحن سنويا بوزارة الثقافة نقيم عدة مسابقات، السنة نعم. كان عندنا 27 مسابقة. نعم، رح نكمل حديثنا مع حضرتك أكثر، ولكن صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار لنطلع مع مشاهدينا على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلة علا أبو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك سلمى، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أحبطت الجهات المختصة فجر اليوم عملية إرهابية بسيارة مفخخة على طريق المتحلق الجنوبي على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق، وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أنه نتيجة المراقبة والمتابعة الدقيقة لأي تحرك إرهابي في ظل الانتصارات الساحقة للجيش العربي السوري على الإرهاب، رصدت الجهات المختصة سيارة سياحية نوع هونداي دون لوحات مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات يقودها إرهابي انتحاري على طريق المتحلق الجنوبي. ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة تمكنت من محاصرة السيارة وتفجيرها قرب جسر الليوان قبل الوصول إلى المدخل الغربي لمدينة دمشق، ما أدى إلى مقتل الإرهابي الانتحاري الذي يقودها دون وقوع أي ضحايا. وذكر مفاد الإخبارية إلى المكان أن التفجير أسفر عن تدمير السيارة بشكل كامل ووقوع أضرار مادية محدودة في المكان. عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري جلسة محادثات ثالثة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف في إطار الجولة الثامنة من الحوار السوري السورية. اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك بمناسبة ما يسمى عيد الأنوار اليهودي وسط انتشار وحماية كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. إلى ذلك أغارت طائرات الاحتلال فجر اليوم على عدة مواقع في قطاع غزة وقصفت هدفا في محيط أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة.
كما قصفت موقعا جنوب حي الزيتون، واستهدفت غارة أخرى موقعا قريبا من شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ومن جهة ثانية، قرر الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم تماما اعتبارا من اليوم. في خبرنا الأخير، قتل وأصيب عدد من جنود النظام السعودي ومرتزقته في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان ومأرب ونجران وتعز وعسير، كما تمكن الجيش واللجان من تدمير عدد من آليات جنود النظام السعودي في هذه المواقع. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أعود إليك سلمى. شكرا لك زميلتنا علا من غرفة الأخبار، وأكيد مستمرين بصباحنا غير وبمحطتنا المخصصة للطفل. وكنا عم نحكي نور تحت الهواء عن أهمية التعامل مع الأطفال وخصوصا بهذا الوقت. أكيد يمكن عالم الطفل عالم بحد ذاته، عالم جميل بياخدك لمطارح ما حدا بياخدك إلى. خلينا نتابع الحديث عن الأطفال وعن المسابقات المستمرة للأطفال. كنت عم تقولي أنه في تقريبا 27 مسابقة. أعلننا عن 27 مسابقة توزعت مثل ما ذكرنا نحن بنعتادي سنويا الثانوية أطفال حصري لأبناء وبنات الشهداء والمسابقات لذوي الاحتياجات الخاصة. وتابعنا مشاركات دولية، يعني أعلنا أكثر من 4 مسابقات، طبعا كان إعلان عنها دولي، شاركوا فيها أطفال سوريين. ودائما دائما لما أطفال سوريين عن جد بيشاركوا على طول في أنهم مراتب أولى ومتميزين بكل المجالات. طبعا المسابقات هي فنية أدبية، فنية في تصوير ضوئي، في خط عربي، في الرسم أكيد، وفي الأدبية في عنا شعر، قصة ومقالة. طبعا اللي بتتوزع الأعمار ما بين 5 سنوات ل18 سنة، لثلاث مراحل عمري، لأنه طبعا أنت ما فيك تعملي تحكيم لطفل عمره 5 سنوات تقارني بطفل طبعاً 18 سنة. وبنفس الوقت نحن يعني بالسنوات الأخيرة صرنا نعمل مسابقات لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لهيدا السبب كمان، أن نحن بينظلم الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة لما كمان بده يتقيم عمله بطفل ممكن يكون متوفرت له ظروف تانية، هو انه بيتعب ممكن اكثر. صحيح هو ممكن يكون عنده طاقات ابداعية بس ممكن يتعب اكثر ليوصل له. اكيد، وهذا اللي كان بدي اسألك عليه، يعني نحن بهذا الوقت اكيد في توجه خاص لذوي القدرات الخاصة مثل ما سميناه هل كمان بيتم التعامل معهم هذا الشيء بشكل دوري؟ هل في نشاطات معينة بتفرضوها لهم؟ نحن الانشطة مثل ما ذكرنا على مدار العام أنشطة وزارة الثقافة ومديرية ثقافة الطفل بكل المحافظات، يعني ما في نشاط إلا لازم يكون في له حيز كتير كبير أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وحريصين دائما على متابعتهم وعلى أنه نقدم لهم ورشات ضمن مراكزنا الثقافية المنتشرة بكل محافظات القطر. بس هيدي الاحتفاليه تحديدا انه للسنه السادسه وزاره الثقافه انه عملتها مثل تكريم وتعبير عن محبه وزاره الثقافه لهدول الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. ونحن حتى الاعمال اللي بتفوز هلا الاعمال الادبيه، نحن السنه كان سابقا يشاركوا بمسابقات فنيه، السنه حبينا ندخل المسابقات الادبيه اللي هي الشعر والقصة. فطبعا الأعمال اللي فازت كمان تنشر وتطبع ضمن مطبوعات وزارة الثقافة الهيئة السورية للكتاب، تعامل معاملة أي كتاب للكبار من ناحية الإخراج الفني، من ناحية رسومات. وهذا الحلو يمكن بالمسابقة، الجميل أنه مو فقط يفوز الطفل، دعم الطفل والرعاية الكاملة للطفل. لما نقول يدعم ويطبع كتابه وينشر مثله مثل اي كاتب، هذا نوع من التحفيز لدى الطفل ليستمر بابداعه. بس قديش فعلا اليوم بتحسي مهمه هي الخطوات كمان تجاه ذوي الاحتياجات الخاصه؟ لانه بمجتمعاتنا نوعا ما الطفل اللي عنده شيء معين بيحاولوا يخبوه، ما يعرفوا عن الناس، الاهل ما كثير بتدعمه. فلما نجيب مجموعه من الاطفال ونرعاهم ندعمه من خلال المسابقات، بتحس حتى الاهل نفسيتهم بتتغير. انا بفتخر بطفلي عنده امكانيات خاصه، عنده قدرات خاصه، من خلالها انا فيني ادعمه ويستمر. يعني انت لو اكيد تابعتوا مشكورين امبارح معنا التكريم، بتلاحظي انا كثير كنت فخوره بالامهات والاهل اللي هن
كيف وراء أولادهم وهنن هدول الأطفال اللي بيشاركوا صراحة، يعني كيف متابعين قديش فرحتهم بأولادهم قديش فرحتهن الأطفال يعني بالفوز هو بالنتيجة، التكريم حلو للكبير للصغير لأي طفل. فكيف لما الطفل مثل ما ذكرتي أنه هو بهاي القدرات اللي عنده ظروف معينة، يعني رب العالمين أنه أراد يكون هيك لأي سبب من الأسباب، بس هو كتير مهم أنه نحن نزود له ثقته بنفسه، نزود له أنه أنت إنسان. وهو نحن حتى السنوات السابقة لما بنشتغل معهم أعمال فنية، انت ما بتلاحظ لا يعني ساعات لما بيعملوا عمل فني على المسرح، يعني حتى ان احنا بنشتغل مع كل اعاقه حسب يعني كل موهبه حسب الاعاقه، يعني مثلا اطفال المكفوفين عندهم قدرات ادبيه دائما. يعني انا كان عندي بنت عمي كنا مع بعض بالمدرسه، يعني كانت هي المتفوقه بخصوص باللغه العربيه بالتعبير بالاعراب، يعني بتلاقي عندهم قدرات دائما رب العالمين بيعوض لهم اشياء ثانيه اكيد. فهذا الشيء كثير مهم انه نحن يحسوا انه هنن، ونظره الشفقه اللي انا كثير كانت هو الواحد بدايه لابد ما تكون هاي النظره عنده، بس لما انه نحن الطفل نعود الناس اندماجه مع المجتمع. وهي وزاره التربيه مشكوره كمان شغله فيها كثير منيح، وزاره الشؤون الاجتماعيه، فكثير هيدي شغله مهمه انه عمليه الدمج انه هو يحس حاله بيصير حتى بتزيد طاقاته الابداعيه اكثر. اكيد. طيب ست ملك، نحن يعني بلشنا او قربنا نختم السنه عام 2017، كثير من النشاطات مرت، ابرز هي النشاطات، هل في شيء مستمر منها رح يكون في له نسخ اخرى؟ اكيد ب 2018. وهل في شيء جديد؟ اكيد نحن خطه 2018 من شهرين طبعا كانت جاهزه، وانطبعت وزاره الثقافه طبعت كتاب كامل عن انشطه وزاره الثقافه بكل مديرياتها وبكل المحافظات. كان نحن السنه الماضيه السيد الوزير كان حريص انه نعمله بطريقه كثير حضاريه وكان كثير رائع، وهي السنه كمان عملنا تطوير عليه وكان كثير مهم. وهو الاهم مو بس انه نحن نعمل الخطه، المهم انه تنفيذ الخطه، يعني نحن بنهايه العام وخطه وزاره الثقافه، يعني اذا بدي اقول لك 100% الحمد لله كان كل منفذة. حتى المشاريع الاستثماريه اللي انا ما دخلني فيها بس من خلال زملائي، بس النشاطات نحن على مدار العام، يعني نحن مثلا الشهر الماضي انتم تابعتوا معنا يوم الثقافي، كان عندنا نحن بس كمديريه ثقافه الطفل 6 احتفاليات في جميع المحافظات. نحن عم نحكي بكل المحافظات يعني طبعا، مش فقط في محافظه في دمشق، محافظه في استمرار لنشاطات بجميع طبعا بكل المحافظات. وهلا نحن حتى بنهايه الاربعاء القادم كمان عندنا تكريم الاطفال الفايزين، عملنا كمان تعاون السنه مع وزاره الكهرباء، كان في عن ترشيد الطاقه مسابقات كمان خط عربي ورسم، اجانا اعمال كثير رائعه رح يتم تكريمهم كمان بمجمع دمار الثقافي. وهذا اللي بدي اسالك عنه ست ملك، التشاركيه في النشاطات والفعاليات، يعني قلتي خارطه عمل كانت طويله، جميع النشاطات والفعاليات صح نفذت من قبل وزاره الثقافه، بس اهميه التشاركيه مع الجهات صح المعنيه. لما نقول وزاره الثقافه تقيم مسابقات للاطفال يجب ان تعنى وزاره التربيه طبعاً جميع طبعاً الجهات المعنيه، خصوصا في ظل ظروف الحرب اللي عم نعيشها، يعني كل الجهات، يعني نحن بوزارة الثقافة منفتحين جدا وعندنا مرونة للتعاون مع أي جهة، ونحن كثير متعاونين. وزارة التربية هي وزارة تكاملية، نحن دائما أنا بقول نحن وزارة منكمل بعض، لا سيما بمديرية ثقافة الطفل تكاملي، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة السورية لشؤون الأسرة، منظمات دولية مثل اليونيسف، مثل كل الجمعيات الأهلية المدنية، يعني نحن متعاونين مع كل الجهات، وهيدا الشيء بيعطي قوة للعمل. يعني هو أنا لما بدي أعمل تشاركية حتى السنة كان مثلا مع وزارة الكهرباء، بس هيدا قوة للعمل ودعم للطفل بالنتيجة وتمكين قدراته أكيد. هيدا بالنتيجة بينصب كله يعني مع الطفل يعني وبناء قدراته، هيدا الشيء كثير اساسي وكثير مهم. اكيد. وبالنهايه كمان ست ملك، خلينا نحكي عن اهم شيء ناويين تعملوه ب 2018 قبل ما نختم حديثنا. نحن ب 2018 طبعا برنامج متكامل، في عندنا ابتدينا السنه برنامج هو المنبر الثقافي بعده محافظات بسوريا، رح نكمله، رح يكون ممكن له اكثر
تخصصية ممكن يكون، كان كتير مهم أنه نحن عم نشتغله المنبر الثقافي، أنه كيف نحن ممكن نعلم الطفل واليافع أنه هو يكون شريك أساسي بالعمل الثقافي وبإنتاج العمل الثقافي، يكون شريك حقيقي. وهذا الشيء ساويناه السنة وابتديناه، حتى نحن كنا بالأعوام السابقة نشتغله، بس السنة كان أكثر منظم أكثر. يعني ومن خلال كمان عملنا عدة بحوث إجرائية كمان قاموا فيها الشباب، عملنا ورشة تدريبية السنة الماضية، كان في عنا 90 شاب وصبية من مختلف من حمص وحلب وريف دمشق ودمشق. كمان كان هيدا الهدف الأساسي أنه هنن يشتغلوا الأبحاث اللي أو المشاكل اللي هنن بيعانوا منها كشباب، وصار جمع بيانات ورح يطلع فيها كمان بيانات، وهنن كيف يعني لما بيكون في الشاب بيعاني من مشكلة كيف ممكن نحن طريقة نتلافها، بس هن لما بيعالجوها هنن يعني هنن أقدر الناس على يعرفوا شو هن بالدنيا يعني تطلعاتهم طموحاتهم. في مستمرين فيه، وطبعا مستمرين بكل الأنشطة والفعاليات، برنامج مهارات الحياة اللي عم نشتغله ضمن 11 محافظة كمان مستمرين فيه. هو العمل والأنشطة والبرامج في اكيد استمراريه، بس نحن بنحاول كل سنه يكون فيها جديد وكل سنه يكون فيها تطوير. يعني نحن مثلا حتى بنعمل ورشات انه كيف نحن ممكن نطور صناعه الكتاب من خلال ورشات ادبيه، وعملنا السنه الماضيه كانت كثير ورشه ناجحه مع الفنان التشكيلي لجين الاصيل ل 25 شاب وصبيه، كيف نحن ممكن نعلمهم يرسموا كتاب الطفل. طبعا هم بده يكون عندهم مبادئ اوليه، عالم الاطفال باسم لجين الاصيل، فنوعا ما الى خصوصيه بتكون ست لجين الأصل. طبعا هي فناني مو بس عربي، يعني على مستوى عالمي جدا، مستوى عالمي، ونحن كثير بنفتخر فيها وبنفتخر بكل الاجيال اللي طلعوا من يعني من تحت ايديها، مثل ما بيقولوا الدكتور ست لجينة منفتحه ومتعاونه حتى مع الشباب اللي بتعمل لهم ورشات. اكيد يعني نوجه لها تحيه كثير كبيره، ونحن كمان بتتبناهم حتى بصيروا يشتغلوا معها، يشتغلوا معها. يعني نحن الشباب اللي طلعوا من عنا صاروا عم يشتغلوا يعني طبعا بالاضافه لاسامه كتب الاطفال اللي عنا بالوزاره، كمان عم يشتغلوا ببلدان عربيه ولهم تميز كثير. نعم اكيد بدنا نشكرك ملك ياسين مديرة الطفل في وزارة الثقافة على وجودك معنا. شكرا. وأكيد نتمنى لكم التوفيق في جميع النشاطات، ونتشكركم على المجهود الكبير اللي عم تبذلوه ليمكن الحفاظ على عالم الأطفال، العالم الأجمل. شكرا جزيلا، يسعد صباحكم. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك.